تبنى مجلس الأمن نهار أمس قرارا جديدا يحمل الرقم 2548 بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينوسو، حيث قرر المجلس تمديد ولاية البعثة لمدة سنة كاملة مع إعرابه عن تطلعه إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية في أقرب فرصة. وبعد تبني مجلس الأمن لهذا القرار، أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بيانا أعربت فيه عن أسفها، من حيث أن القرار لم يأتي بجديد لا في شكله ولا في مضمونه، وخاصة فيما يتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لتمكين بعثة المينوسو من تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها في العام 1991.